ازيكم حبايبي؟ ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة الكفتة بالصوص المكرمل دوت. لو عايزين تعرفوا الطريقة تابعوا الفيديو ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ان شاء الله هعمل معاكم النهارده وصفه سهله وبسيطه قوي، وهقول لكم ايه هي المقادير بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنعمل مع بعض النهارده، هعمل معاكم الكفته بالصوص المقرمل. بجد طعمها جميل قوي، هي شبيهه كده لكفته داوود باشا، بس دي بقى كفته داوود باشا بنعملها بالصلصه الحمراء، ودي هنعملها بالصوص المقرمل. تاكليها جنب شويه رز او جنب شويه مكرونه، بجد طعمها جميل جدا وطريقتها سهله قوي. ايه هي المقادير اللي انا هحتاجها؟ معايا هنا بصلتين فرماهم فرم ناعم كده في الكبه او بالسكينه زي ما انت عايزه، ومعايا نص كيلو من اللحمه المفرومه قليله الدسم، والبهارات اللي هي عباره عن معلقه صغيره من الملح وثوم بودر وبصل بودر وفلفل اسود وبهارات لحمه. ولسه هقطع كمان حوالي نص كيلو من البصل الجوانح، يعني نص كيلو اللحمة المفرومة هياخد معايا كمان حوالي نص كيلو من البصل. بس بعد ما اعمل الكفتة الاول هقطع البصل. معايا انا هنا طبق، اول حاجة هنزل كده بكمية اللحمة، بجد طريقتها جميلة قوي وهتعجبكم. وهنزل كمان بالبصلتين اللي انا بشرتهم بشر ناعم، وهنزل كمان بالبهارات دي كلها، وهدعك فيها كويس قوي علشان خاطر المكونات دي كلها تيجي في اللحمة المفرومة. دي خطوة مهمة قوي، انت لازم تدعكي كويس اللحمة بالبصل بالبهارات دي حوالي اكتر من 5 دقايق، لحد ما تحسي ان اللحمة كلها اندمجت مع كل البهارات والبصل اللي احنا حاطينه. خلاص كده انا دعكت اللحمه كويس قوي بالبصل بالبهارات بكل التوابل اللي احنا حطيناها. هبتدي دلوقتي نكورها مع بعض كده كور زي ما انتم شايفين كده، الحجم بقى اللي يريحك، عايزه تكبريها عن كده تصغريها عن كده زي ما بتحبي. هكور كل الكميه وارجع لكم تاني بنفس الشكل ده. خلاص كده حبايبي زي ما انتوا شايفين انا كورت معايا الكفته كلها بالشكل دوت. جبت معايا هنا بقى طبق فيه دقيق، وهاخد معايا هنا كده الكفتايه واحطها كده في طبق الدقيق، اعفرها كويس قوي قوي كده بالدقيق، وبعدين انفضها من الدقيق كده بايدي زي ما انتوا شايفين اهوت، واحطها هنا كده. هعمل معاكم واحده كمان اهيت، احطها كده في الدقيق وبعدين اعفرها كويس قوي من الدقيق، انفضها من الدقيق اللي هي فيه كده علشان لما نيجي نحمرها مع بعض اهو. اخلص بقيه الكميه وارجع لكم. بس كده حبايبي زي ما انتم شايفين انا حطيت كرات الكفته كلها في الدقيق. جبت معايا هنا دلوقتي طاسه على البوتاجاز، حطيت فيها كده معلقه من السمنه ومعلقه من الزيت، وهبتدي دلوقتي اشوح الكفته فيها زي ما انتوا شايفين كده تتحمر معايا، وبعد كده اطلعها اهوت. حمر الكفته كده زي ما انتوا شايفين، اول ما تبتدي تاخد معايا لون من تحت هقوم قلباها على الناحيه الثانيه، وهي بتتحمر معايا كده بحرك كل شويه كده الطاسه معايا علشان الكفته تاخد معايا لون من كل حته. الكفته بتتحمر معايا اهو زي ما انتوا شايفين، هبتدي اقلبها كده على الناحيه الثانيه. انا عايزاها تاخد لون كده بني ومحمر عشان تعمل معانا صوص بني كده وجميل اهوت. هبتدي اقلبها على الناحيه الثانيه وبعدين اطلعها معاكم. خلاص كده الكفته احمرت معايا زي ما انتم شايفين دوت كده، وهو دوت اللون اللي انا عايزاه. هبتدي اطلعها دلوقتي. طيب انا طلعت الكفته وهو دوت اللون بتاعها، هنبتدي دلوقتي نعمل الصوص بتاع الكفته. خلاص كده انا جبت معايا بقى هنا البصل وقطعته كده جوانح زي ما انتم شايفين عشان هنبتدي نعمل الصوص بتاع الكفته. في نفس الطاسه اللي كنت انا محمره فيها اللي فيها الزيت والسمنه مكان الكفته، هنزل كده حطيت كده البصل زي ما انتم شايفينه، هبتدي اقلب فيه كده لحد بس ما لونه يبتدي يصفر معايا شويه، وهقوم حطاله معلقه سكر صغيره. معلقه السكر الصغيره دي هي اللي هتخلي البصل يكرمل معانا ويدينا الصوص المكرمل الجميل للكفته
اشوحه كده مع بعض شويه لحد بس ما البصل يدبل. زي ما انتم شايفين كده حبايبي البصل اصفر معايا، هو دوت اللون اللي انا عايزاه. هبتدي دلوقتي احط له معلقه سكر صغيره وابتدي بقى اكرمل معايا البصل. نكرمل مع بعض كده البصل ونشوف البصل هيوصل للون كده بني جميل، هو دوت اللون اللي احنا عاوزينه. شايفين كده حبايبي البصل ابتدى لونه يتغير معايا خالص وابتدى لونه يتكرمل معايا عشان خاطر معلقه السكر اللي احنا حطيناها ديت، وكمان علشان احنا عملنا في الزيت والسمنه اللي كنا محمرين فيها الكفته. هحمرهم شويه كمان زياده عن كده. المرحله اللي انا بحمر فيها البصل دلوقتي انا مخليه معايا النار على درجه حراره متوسطه، يعني اقل من الهاديه شويه علشان خاطر البصل ما يتحرقش معايا. انا عايزاه بس ياخد لون مكرمل، مش عايزاه يتحرق بس. فعشان خاطر كده هتخلي معاكي النار متوسطه، ما هياش عاليه قوي عشان البصل ياخد اللون اللي احنا عاوزينه المكرمل. زي ما انتم شايفين كده خلاص يا حبايبي البصل اتكرمل معايا وهو دوت اللون اللي انا عايزاه. هنزل عليه كده بكوبايتين من الميه. نزلت كده على البصل بكوبايتين من المية. شايفين لون البصل ما شاء الله عاملة ازاي، متكرملة ولونها بني كده، واخدة لون بني جميل قوي. هخلي المية دي تغلي معايا بس غلوتين وبعدين هقوم حاطة دلوقتي فيها الكفتة. بس بعد ما تغلي والبصلة بتغلي معايا كده هبتدي احط لها شوية من الفلفل الاسود، كمان شويه صغيرين من بهارات اللحمه، مش هحط كتير قوي لان الكفته اصلا معانا متبهره. حط معايا كمان حوالي نص معلقه صغيره من الملح. خلاص كده زي ما انتم شايفين الميه غليت معايا، هقوم نازله دلوقتي بالكفته معايا كده. الصوص دوت هيبتدي يتقل معايا لان احنا كمان حاطين في الكفته ديت دقيق، الدقيق هيخلي معانا الصوص دوت تقيل دلوقتي اهو. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الكفته بسم الله ما شاء الله شكلها عامل ازاي، وهيبتدي لون الصوص دوت يتقل معايا دلوقتي ولونه كمان يغمق اكتر من كده. هغطيه وهسيبه على درجه حراره متوسطه. شايفين كده حبايبي ما شاء الله الصوص ابتدى يتقل معايا ولونه ابتدى يغمق معايا كده ويديني لون بني وجميل، والبصل المكرمل شكله حلو قوي. هسيبه كده مع بعض حوالي 10 دقايق لغاية ما الصوص دوت يتقل معايا اكتر من كده. شايفين كده خلاص الكفتة الصوص بتاعها تقل معايا كده خالص، وشايفين لونها بقى بني كده وجميل قوي بجد، وطعمها حلو قوي. لو جربتيها هتعجبك جدا بالطريقة دي. كده خلاص انا هطفي عليها ونبتدي نغرفها. كده حبايب قلبي خلاص الطبق خلص معايا، شايفين شكله ما شاء الله جميل ازاي. الكفته بالصوص المكرمل دوت طعمها فعلا تحفه وهيعجبكم جدا لو جربتوه. وممكن زي ما قلت لكم هتاكلوه جنب شويه مكرونه، جنب شويه رز بشعريه، هتاكلوه في سندوتشات زي ما انتم عايزين. الكفته بجد طعمها جميل، واللحمه المفرومه من الحاجات اللي الواحد ممكن يعمل منها اكلات كتيره. وهي دي كانت وصفتي اللي انا عملتها معاكم النهاردة. عملت معاكم الكفتة بالصوص المكرمل، يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصل لكم كل وصفاتي.